اوكي، بعد الاعلان عن الايباد برو الجديد، اكثر سؤال انا ساله بهاي القناه هو اي ايباد اشتري، ايباد برو 2020 او ايباد برو 21؟ لذلك بهذا الفيديو راح نجاوب عن هذا السؤال، وراح نعرف كل الفروقات عن هذا الايباد الجديد وعن الايباد الجيل السابق اللي هو ايباد 2020، وهل يستحق الايباد الجديد الشراء او لا. اوكي، بعد الاعلان عن الايباد برو 2021 بالشهر الماضي، وبعد فتح البري اوردر اللي بدا يوم 30، والتوفر اللي راح يكون بالنصف الثاني من هذا الشهر، اي واحد تاخذ 2020 او 2021؟ شنو الفروقات بيناتهم وشنو المزايا اللي تخليك تختار واحد عن الثاني؟ لذلك اول شيء حاب ابدا به هو التصميم، وبصوره عامه التصميم نفس التصميم، ماكو شيء مختلف، حرفيا حرفيا نفس التصميم، يعني خصوصا ال11 نسخه ال11 انش هو نفس الشيء ضبط، هو نفس ما هو. الفرق بالوزن، الوزن نوعا ما شويه اخاف اعتقد، وهذا بسبب انه الاشياء الداخليه ممكن بعض الشغلات اللي تغيرت من ضمنها المعالج، هذا هو فرق الوزن لا اكثر، والفرق جدا جدا بسيط يعني غير ملحوظ. وبالنسبه لل 12.9 فالابعاد هم نفسها، الطول والعرض او الارتفاع نفس الابعاد، الشيء الوحيد اللي يختلف بيناتهم هو العمق او السمك اللي صار 0.6 ملم اثخن، وراح نعرف بعدين شنو السبب اللي خلاه راح يكون امتن. لذلك بالنسبه للديزاين، بالنسبه للابعاد، بالنسبه للشكل، بالنسبه للالوان، نفس الشيء حرفيا، فما راح تقدر تفرق بين الواحد والثاني الا من خلال الشغلات الداخليه ومن خلال العلبه. هذا هو الفرق بالديزاين، انه الديزاين نفس الشيء. نجي هسه الاكبر فرق بيناتهم اللي هو المعالج. سابقا ابل كانت تستخدم معالجات الايفون وتطورها وتعطي اضافات، فتستخدم معالجات الاي بايونيك مثل الاي 14 او اي 12، واخر شيء كان عندنا الاي 12 زد بالايباد برو 2020 اللي يستخدم معالج 7 نانومتر واللي يجيب رام 6 جيجا بايت رام. لكن بالايباد برو الجديد اللي هو 2021 يستخدم معالجات جديده، معالجات M1. ابل صممت هاي المعالجات خصيصا للماك وسلسله الماك الجديده، والبدايه كانت بنهايه العام الماضي اللي خلت هذا المعالج بالماك بوك اير، الماك بوك برو 13 انش والماك ميني، وحاليا بالاي ماك اللي قريبا راح يتوفر بالاسواق الاي ماك الجديد كليا. يعني M1 سبقه وشفناه وجربناه وثبت وجوده بالاسواق، لذلك معالج جدا جدا قوي، واول مره ابل تسويها تشيل معالج من الكمبيوتر وتخليه وين؟ بالايباد الجديد. معالج راح يعطيك سي بي يو افضل، راح يعطيك جي بي يو افضل، راح يعطيك اداء من 40 الى 60% افضل عن الايباد 2020، لذلك كمعالج كقوة اكيد راح يكون افضل بهواية من المعالج السابق. يعني راح نقدر نلاحظ الفرق من خلال الاداء، اداء الايباد نفسه، من خلال اداء التطبيقات تستخدم الجرافيك بصورة قوية مثل التصاميم والمونتاج، وحتى الالعاب راح نقدر نلاحظ هذا الفرق من خلال المعالج، اضافة الى اداء افضل راح يكون بالالعاب من خلال انه راح يدعم الكنترول مال البي اس 5 والاكس بوكس سيريس اكس، وخصوصا بالكنترول مال البي اس 5 لانه راح يكون بها الهابتك او الاشعارات او الشعور مال هاي اليد كنترول نفسها، راح نقدر نشعر بهذا الشيء من خلال ربطها مع الايباد الجديد ومن خلال الالعاب اللي راح تكون متوفرة اكيد. اذا من خلال الاداء فالمعالج جدا جدا قوي، افضل من المعالج السابق، افضل من معالج اصلا تم تطويره على مرتين اللي هو معالج اي 12، سوى اي 12 اكس وبعدين صار اي 12 زد، لذلك من ناحيه الاداء اكيد راح يكون افضل. وبالنسبه للثندربول راح يكون هنا عندنا افضل، او المنفذ الوحيد اللي موجود بالايباد بدل ما راح يكون مجرد يو اس بي سي راح يكون عندنا ثندربول، يعني هو نفس شكل المنفذ لكن الاداء مالته راح يكون افضل بهوايه، لانه راح يعطينا 4 مرات سرعه بنقل المعلومات، يعني انت اذا عندك ذاكره خارجيه راح تقدر تستخدمها مع الايباد برو. سابقا مرات كنت تقدر تسوي هذا الشيء، لكن حاليا اكيد راح تقدر تستخدم ذاكره سريعه جدا توصل الى 4 مرات اسرع من مجرد يو اس بي سي. بعدين تقدر تربطها على شاشات مثل البرو اكس دي ار ديسبلاي اللي من ابل اللي بشاشه بحجم 6K، يعني تقدر تربط الايباد مالتك من خلال هاي الشاشه وتعرض بعض المعلومات اللي موجوده على الايباد الى الشاشه بصوره جدا سريعه. يعني الثندربول يفرق لكن حسب اذا انت كنت راح تستخدم هذا الشيء او لا، فهذا الشيء تابع لك. بعض الاشياء اللي راح نذكرها هي راح تكون تابعه لك، انت ممكن تستفاد منها وممكن لا. فبالنسبة لثندربول اكيد سريع وافضل بهواية. بالنسبة للكاميرات فراح تكون عندنا تقريبا نفس الكاميرات ما عدا كاميرا السيلفي اللي صارت احسن بهواية،
هاي المرة أبل جابت لنا كاميرا 12 ميجا بكسل أمامية بزاوية واسعة توصل إلى 122 درجة، وخاصية جديدة اسمها سنتر ستيج. هاي الخاصية اللي تمكنك أنه أنت دا مثلا قاعد تاخذ فيديو كول مثلا ويا أحد وأنت تتحرك بالمكان، فالكاميرا تحاول تتحرك وياك، يعني تعطي نوعا ما أنه أكو حركة بالصورة، فتخليك دائما أنت في إطار الصورة أو سنتر الصورة. وهذا الشيء بالنسبة إذا أجا أحد ثاني فراح يسوي زوم أوت وراح يخليكم اثنيناتكم بسنتر الصورة. فهذه الخاصية جدا جديدة وجدا حلوة مع الإمكانيات الكاميرا الجديدة اللي هي 12 ميجا بكسل، أكيد هذا راح يكون فرق عن الكاميرا السابقة. فهذا واحد من الفروقات بين الآيباد القديم أو آيباد العام الماضي مع الآيباد الحالي. وبالنسبة للناس اللي تاخذ نسخة السيم كارت اللي تقدر تستخدم وياها 4G أو 3G على حسب اللي متوفر في بلدانكم، فاليوم صار عندنا 5G. هاي المرة صارت عندنا خلاص شبكات 5G على الآيباد برو الجديد، يعني مثل ما موجودة على الآيفون 12 مثل ما موجودة على هواي موبايلات 5G، هاي المرة همنا صار عندنا 5G على الآيباد. وقد تكون هاي الخاصية مو مهمة لبعض الناس خصوصا حاليا، لأنه كثير من الدول كثير من المناطق ما بيها أصلا 4G وما بيها مثلا بس 3G، وبعض المناطق بيها مثلا حاليا أوكي 4G، يعني خصوصا عندنا في أوروبا يعني من الدول اللي تعتبر متقدمة جدا وحاليا ما بيها 5G، يعني نادرا ما تلقى أماكن بيها 5G. أمريكا نفسها مو بكل الأماكن بيها 5G، لكن هاي الخاصية موجودة بالآيباد الجديد وتقدر تعتبرها مستقبلية. لو أنت مثلا راح تأخذ الآيباد وياك وتخليه مستمر وياك لسنوات طويلة، وحتى لو قررت مستقبلا إنه تبيع هذا الجهاز، فأنت راح تقدر تقنع الشخص المقابلك تقول له إنه هذا الجهاز يدعم 5G، مو مثل ما مثلا الجهاز السابق اللي يدعم 4G، لا هذا جهاز مستقبلي. فأكيد حتى لو توفرت فيما بعد أو ما توفرت لحد ما انه تبيع الجهاز مالتك بعد سنتين او ثلاثة، اكيد راح تكون خاصية بها فايدة بالنسبة لك حتى لو مو حاليا فبعدين ان شاء الله. اوكي، كل الفروقات اللي ذكرتها سابقا هي كانت بين الايباد برو 2020 والايباد برو 2021، وكانت تشمل الحجم ال 11 انش وال 12.9، لكن هذه المرة اكو فرق وحيد او فرق كبير جدا راح يكون موجود فقط في الفئة الكبيرة اللي هي 12.9، اللي هي الشاشة اللي هي جت بشاشة جديدة تكنولوجيا جديدة الميني LED. سابقا ابل كانت تستخدم 72 LED لايت خلف الشاشة واللي تعطي الضوء او تغذي الشاشة بالضوء، لكن هذا الضوء راح يكون متوزع بصورة عامة، يعني ماكو في شيء دقيق 100%. لكن هاي المرة ابل استخدمت تكنولوجيا جديدة اللي هي الميني LED، 10,000 ضوء صغير يغطي الشاشة بالكامل، لذلك تقدر تتحكم ابل او يقدر يتحكم الايباد بالاضاءة اللي تحتاجها في المكان المعين، وبهاي الحالة راح يعطيك الوان افضل بهواية، راح يعطيك عمق للالوان افضل بهواية، راح يعطيك كونتراكس عالي، راح يعطيك سوادات افضل يعني واضحة جدا، يعني راح يعطيك صورة جدا جدا شارب وافضل بهواية من مجرد LED او شاشة LED. لذلك هذا هو الفرق الكبير مو فقط بين العام الماضي والعام الحالي من خلال الشاشة اللي بال 12.9، لكن هذا هو الفرق بين ال 11 انش وال 12.9 اللي هو الميني LED. هاي الخاصية افضل بهواية، وهذا هو السبب اللي خلى الايباد الجديد ال 12.9 اكيد ان يكون اسمك عن العام الماضي ب 0.6 ملليمتر. لذلك التكنولوجيا الجديدة والشاشة الجديدة اكيد تستحق التجربة، لكن هذه هم تجي بضريبة اللي هي ضريبة السعر، لأن سعرها راح يكون يبدأ من 1,100 دولار، وبالنسبة للآيباد 11 إنش راح يبدأ من 800 دولار، وبالنسبة للذاكرة راح تبدأ من 128 إلى غاية 2 تيرابايت. يعني صار عندك خيار جديد اللي هو 2 تيرابايت، في السابق كان عندك خيار يوصل إلى 1 تيرابايت، لكن هنا صار عندك ذاكرة مضاعفة تقدر تاخذها. إذا أنت راح تضطر أو تحتاج تستخدم هاي الذاكرة فأكيد ما راح تكون موجودة إلا بالآيباد الجديد اللي هو 2021. وبالنسبة للرام فعندك نسختين، نسخة 8 جيجا بايت ونسخة 16 جيجا بايت. 16 تجي فقط حصريا لمساحة الذاكرة 1 تيرابايت وال 2 تيرابايت، يعني إذا أخذت مساحة ذاكرة 1 تيرابايت و2 تيرابايت راح تحصل على 16 جيجا بايت رام، يعني الفرق بيناتهم جدا شاسع. تخيلوا انتم سابقا ابل كانت تستخدم 6 جيجا بايت رام وهسه البيس لاين صار يستخدم 8 جيجا بايت، يعني ارخص ايباد من الايبادات الجديده يستخدم 8 جيجا بايت رام اللي هو 2 افضل من العام السابق، والاغلى اللي يجي ب 1 تيرابايت او 2 تيرابايت. طبعا النسختين، نسخه ال 11 انش ونسخه ال 12.9
يجون ب 16 جيجا بايت رام. لذلك هذه واحد من الفروقات اللي راح تاثر على الاداء مال الايباد ماتك، وهذا هو واحد من الفروقات الكبيره من خلال مساحة الذاكرة همينه. الذاكرة نفسها صارت أسرع عن العام الماضي، مرتين أسرع عن العام الماضي، لذلك هذا واحد من الأسباب اللي ممكن تخلي الآيباد مالتك يعمل بصورة أفضل وأحسن، وعلى المدى الطويل أكيد راح يكون أفضل. بالنسبة للبطارية، نفس البطارية، نفس حجم البطارية، بطارية توصل إلى يوم كامل أو حسب استخدامك أو 10 ساعات على حسب طبعا استخدامك إلها. فهذا هو الآيباد الجديد، وهي الفروقات فيما بينهم. أوكي، آخر شيء أحب أحكي عنه اللي هو التوفر بالأسواق. مثل ما نعرف انه ابل فتحت الطلب او الطلب المسبق يوم 30/4، والتوفر راح يكون بالنصف الثاني من الشهر الحالي، وهذا الشيء اكيد ورسميا انه راح نشوف الايباد برو الجديد بالاسواق بالنصف الثاني من هذا الشهر. اوكي، واحد من الاسئله يقول انه شو وقت راح نشوف الايباد برو عند صناع المحتوى او على اليوتيوب. فمن المتوقع انه يكون يوم 19 من هذا الشهر. ابل سبق وارسلت بعض النسخ لصناع المحتوى اللي تتعامل وياهم، وراح نشوف الريفيو مالتهم يبدا من يوم 19 بالشهر. لذلك يوم 19 بالشهر اعتقد الساعة 7 مساء او 8 مساء راح تبدون تشوفون على اليوتيوب او كل صناع المحتوى اللي يتعاملون مع ابل واللي تعطيهم ابل الايباد او الاجهزة في وقت مسبق يقدرون حتى يحكون عنها ويعطونا رأيهم بها او رأيهم الاولي، اكيد راح تكون يوم 19 بالشهر. والتوافق بالنسبة للناس اللي طلبوه اكيد راح يكون يوم 21 يوم جمعة، مثل ما تسوي ابل دائما يوم جمعة معظم البضاعة تكون متوفرة. لذلك توقعوا من عندي او توقعوا انه افتح العلبة مال الايباد برو الجديد اللي طلبته يوم 21 او على الاكثر يوم 22 بالشهر يوم السبت ان شاء الله. وكالعادة اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلون زر الجرس حتى لا يفوتكم فيديو الايباد برو الجديد فتح العلبة وانطباعات الاولية ان شاء الله. سلام. Thank you.